بسم الله الرحمن الرحيم. نايل، طبعا احنا في محاضرة سابقة يعني اتكلمنا عن موضوع في غاية الأهمية، أرجو التركيز عليه جيدا، اللي هو المدلول الجنائي للعلم. طبعا العلم مش العلم اللي هو المذاكرة زي ما قلنا قبل كده، العلم بيقصد به العلم كأحد عنصري القصد الجنائي. ولما اتكلمنا عن التعريف أو المدلول الجنائي للعلم اتكلمنا عن 5 نقاط أساسية، عرفنا ايه هو العلم وان هو تصور الاشياء على نحو مطابق لحقيقتها كما هي في عالم الواقع، يعني في صورة ادراكية للشيء تثبت في الذهن عن طريق التجربة الحسية، يعني مع تعدد الاطلاع على الشيء ده ومداومة الاتصال به تتكون لدى الشخص فكرة ذهنية عن الشيء ده كما هي في عالم الواقع. طبعا العلم بيتكون عن طريق الحواس اللي هي التجربة الحسية، عن طريق اللمس، عن طريق الشم، عن طريق العين إلى آخره. وطبعا الحواس عند الإنسان مش زي بعضها، يعني دي عملية نسبية، يعني وأحيانا بعض الحواس بتضعف عند الشخص بمضي الزمن، عشان كده الإنسان ممكن يقع في جهل أو غلط في الشيء نفسه. في الحالة ديت له تأثير على المسؤولية العمدية. وطبعا احنا هناخد إن شاء الله في محاضرة قادمة يعني عوامل انتفاء العلم اللي هي الجهل أو الغلط في الوقائع، وإذا انتفى العلم بقاعدة أو وقع من عناصر الركن المادي، يعني الشخص وقع في غلط أو في جهل في أحد عناصر الركن المادي اللي هشرحها بعد شوية، القصد الجنائي بينتفي في مسلكه. لكن ممكن يتوافر الخطأ غير العمدي، وانتوا عارفين الخطأ غير العمدي ده لا عقاب عليه إلا بالنص، عكس الجرائم العمدية ديت مش محتاجة، يعني الأصل في الجرائم أنها عمدية والاستثناء أنها غير عمدية، فلازم يكون الفعل معاقب عليه على الوجهين، زي القتل كده، في قتل عمدي وفي قتل غير عمدي زي الحريق. لكن في جرائم 99% جرائم عمدية فقط زي السرقة والاغتصاب والنصب والتزوير إلى آخره. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن مستوى العلم، لما باجي أقيس علم الجاني بعناصر الجريمة في عندي مستويين، في المستوى الفطري وده بيقصد به الوقوف على مكونات الشيء وفقا للمفهوم، مفهوم السائد في البيئة التي ينتمي إليها الجاني. وفي المستوى العلمي بقى ده خاص بأهل الخبرة أو التخصص، لما باجي أقدر العلم كأحد عنصري القصد الجنائي زي ما قلت في المحاضرة السابقة بناخد بالمستوى الفطري، ما بناخدش بالمستوى العلمي، لأن لو خدنا بالمستوى العلمي يبقى العلم ده هيكون مقصور على أهل الخبرة فقط، يبقى احنا هنضيق من نطاق القصد بصورة خطيرة جدا، مش هيتوافر القصد الجنائي إلا لأصحاب التخصص. عشان كده مثلا زي ما قلت الأسبوع اللي فات برضه، جريمة الفعل الفاضح العلني مثلا يكفي أن تعلم إن الشيء ده مخل بالحياة العام، لكن مش شرط الوقوف بقى على هذا المدلول وفق مفهوم علماء الاجتماع مثلا، دول أهل التخصص لهم معنى مختلف للعلم في الحتة دي. فأنا باخد بالمستوى الفطري ما باخدش بالمستوى العلمي لما بنيجي نقدر العلم. اتكلمنا عن العلم بينقسم إلى درجتين، في علم يقيني، وأنا قلت العلم اليقيني ده معيار القصد المباشر، وأنت قلنا متى يكون العلم يقيني؟ في حالتين قلناها الأسبوع اللي فات، إذا اتخذ الجاني من النتيجة غرضا وحيدا له من سلوكه الإجرامي، زي من يطلق الرصاص على عدوه ويكون غرضه الأساسي أو الرئيسي من هذا السلوك هو إزهاق روح المجني عليه، فهنا يتوافر علم يقيني لا يداخله الشك إن في خطورة على حياة المجني عليه، ويعلم إن الشخص ده إنسان وتتجه إرادته إلى إحداث النتيجة اللي هي الوفاة، فالجاني اتخذ من وفاة المجني عليه غرضا وحيدا لا يداخله الشك في عدم حدوث النتيجة، ده اسمه القصد المباشر. لكن في حالة تانية بيتوافر فيها القصد المباشر، إذا اتجهت إرادة الجاني إلى تحقيق غرض معين، لكن هذا الغرض عشان نوصل له ده مرتبط بنتيجة غير مشروعة على نحو لا يقبل التجزئة. إذا تحققت هذه النتيجة غير المشروعة الجاني بيسأل عنها على أساس القصد المباشر، حتى لو كان عازفا عن التحقق، حتى لو كان يأمل عدم حدوثها. وأنا قلت قبل كده زي الشخص الذي يضع جهازا ناسفا في طائرته حتى تنفجر وهي في الجو، ويكون غرضه هو الحصول على مبلغ التأمين، تأمين على الطائرة، والمبلغ ضخم جدا،
لكن انفجار الطائرة في الجو هيترتب عليه حتما لا محالة نتيجة غير مشروعة اللي هي وفاة الركاب. هنا يسأل الجاني عن موت الركاب دول مسؤولية عمدية على أساس القصد المباشر، يعني في قتل عمد ويتأسس على أساس القصد المباشر حتى لو كان يأمل عدم تحقق هذه النتيجة اللي هي وفاة الركاب. دي مسألة ليس لها علاقة بتوافر القصد البنائي في الصورة الأولى اللي هي القصد المباشر. وفي بقى درجة تانية من درجات العلم قلناها اللي هي العلم المحتمل أو الممكن، يعني أنت تتوقع النتيجة الإجرامية أثرا لسلوكك الإجرامي مش على نحو يقيني، مش على نحو مؤكد، لكن لو كانت على نحو يقيني أو مؤكد هنا يتوافر القصد المباشر زي ما قلت من شوية. فتتجه إرادتك إلى السلوك الإجرامي وأنت تتوقع حدوث النتيجة الإجرامية بس على نحو محتمل، فتستمر في السلوك، خليك بقى معايا كويس، قابلا حدوث النتيجة، مرحبا بحدوث النتيجة، يستوي أن تحدث النتيجة أو لا تحدث. زي الشخص الذي يقوم باختطاف طفل صغير مثلا، ودي بتحصل عصابات كتيرة بتخطف أطفال صغار وتشوه جسمهم بالنار عشان تعدهم للتسول، يعني استعطاف الناس يعني، وبيشوفوا كتير احيانا في اشارات المرور تلاقي طفل صغير كده مشوه وبيتسول. طبعا اراده الجاني هنا اتجهت الى تشويه جسد الطفل ده، لكن هناك احتمال ان تحدث نتيجه اشد اللي هي بقى وفاه الطفل ده، بس الوفاه هنا مش امر مؤكد، امر محتمل، ممكن الطفل ما يموتش. طب لو الطفل مات بقى، هنا يسال الجاني عن قتل عمد برضه بس على اساس القصد الاحتمالي مش القصد المباشر. طبعا الفرق بينهم هو في العملية النفسية اللي بيمر بها الجاني في القصد المباشر غير القصد الاحتمالي، لكن القصد الاحتمالي يعادل القصد المباشر، فكلاهما أصل عام للمسؤولية العمدية. يعني أنا ممكن أسأل عن قتل عمد على أساس القصد المباشر زي ما قلت من شوية في الأمثلة، وممكن أسأل عن قصد قتل عمد على أساس القصد الاحتمالي زي الطفل اللي أنا شوهته بالنار ده ومات. لكن أرجو ألا تختلط هذه الفكرة الأخيرة اللي هي القصد الاحتمالي بصورة تعد من صور الخطأ غير العمدي مش القصد الجنائي اللي احنا بنسميها الخطأ الواعي، لأن الخطأ الواعي برضو الجاني بيتوقع النتيجة الإجرامية أثرا لسلوكه على نحو محتمل زي القصد الاحتمالي بالظبط. بس الفرق بينهم إيه؟ في القصد الاحتمالي هو يرحب بحدوث النتيجة، يقبل النتيجة، لكن في الخطأ الواعي هو بيعتمد على مهارته في تجنب النتيجة. طب لو النتيجة حصلت هيسأل عن جريمة غير عمدية، بس أنا قلت قبل كده بشرط أن يكون الفعل معاقب عليه على الوجهين اللي هو القصد والعمد معا زي القتل كده. زي مثال بسيط جدا يبين لك فكرة الخطأ الواعي اللي بتكلم عنه ده، ده غير القصد الاحتمالي. في القصد الاحتمالي أنت ترحب بحدوث النتيجة، يستوي أن تحدث أو لا تحدث زي الطفل اللي أنت بتشوهه بالنار ده، لكن في الخطأ الواعي أنت تتوقع النتيجة بس بتعتمد على مهارتك في تجنب النتيجة، لا تقبل عملية حدوث الوفاة. زي المراكبي، المراكبي مثلا في شم النسيم عنده مركب شوية قديمة كده، فحملتها 100 فرد مثلا، طبعا الناس بتروح القناطر الخيرية وبتاع وبيتفسحوا في اليوم ده، فهو حمل المركب 500 أو 1000 مثلا، قال ده يوم في السنة وبتاع، طبعا في احتمال أن تغرق المركب ويموت بعض الركاب، لكن هل المراكب بيقبل النتيجة دي؟ لا، ده هو كل مرة لو حصل بيعتمد على مهارته في إنقاذ المركب. طب لو المركب غرقت ومات بعض الركاب هيسأل عن قتل خطأ مش قتل عمد بقى، لأن هو لا يرحب. واحد يقول هنعرف إزاي؟ يعني دي نعرف إزاي إذا كان هو بيرحب فيتوافر القصد الاحتمالي وتكون المسؤولية عمدية، ولا بيعتمد على مهارته في تجنب النتيجة فتكون المسؤولية غير عمدية قتل خطأ؟ العملية في النهاية عملية إثبات، والأمر في النهاية لا يخرج عن كونه مباراة في القانون، خد بالك، بين محامي المتهم والنيابة العامة، والقول الفصل في النهاية لمحكمة الموضوع التي تفصل في هذه الدعوة دون معقب عليها من محكمة النقض ما دام الاستنتاج سائغا يتفق مع العقل والمنطق، يعني منطوق الحكم يتفق مع الأسباب أو الحسيات الواردة فيه، عملية إثبات. لكن أنا بديك المبدأ هنا في المحاضرة إن في فرق بين القصد الاحتمالي وبين الخطأ الواعي. القصد الاحتمالي أنت تتوقع النتيجة زي الخطأ الواعي بالظبط على نحو محتمل، بس أنت في القصد الاحتمالي بتعتمد على
في الاحتمال تقبل النتيجة، أنا آسف، أو بترحب بحدوثها، بينما في الخطأ الواعي أنت تعتمد على مهارتك في تجنب النتيجة زي المراكبي اللي اتكلمت عنه من شوية. إذن العلم يقبل التدرج إلى علم يقيني وإلى علم محتمل أو ممكن. عشان كده في الكتاب عندك إحنا بننتقد رأي كان قد ذهب في الفقه إلى أن العلم حالة ساكنة لا تقبل التدرج، ده غير صحيح، خاصة أن هذا الرأي كان يقول أن العلم هو المصدر الذي تتزود منه الإرادة عندما تتجه للنتيجة. وهذا الرأي نفسه قال لك أن اتجاه الإرادة إلى النتيجة قد يكون مؤكد وقد يكون محتمل. طب الإرادة تقبل التدرج أهو، المصدر بتاعها اللي هو العلم بدوره لازم يقبل التدرج، لأنه المنبع اللي بتستمد منه الإرادة المادة بتاعتها لما تتجه إلى إحداث النتيجة. عشان كده العلم بيقبل التدرج إلى درجتين، في علم يقين وفي علم محتمل زي ما قلت من شوية. النقطة الثالثة اللي قلناها المحاضرة السابقة اللي هي معيار العلم، وأنا قلت أن معيار العلم يقدر العلم وفق معيار شخصي أو ذاتي، يعني وفق ما دار في ذهن الجاني نفسه وقت ارتكاب الجريمة، مش وفق مسلك الشخص المعتاد. ليه بيقدر وفق معيار ذاتي؟ لأن العلم أحد عنصري القصد، والقصد الجنائي بيقدر وفق معيار ذاتي أو شخصي، فكذلك العلم أحد عنصري. اللي بيقدر وفق معيار موضوعي اللي بنسميه مسلك الشخص المعتاد، ده الخطأ غير العمد بقى، مش القصد الجنائي. ولكن أنا قلت في المحاضرة السابقة إن محكمة النقد المصرية عندنا يعني أخذت اتجاه مغاير فيما يتعلق بجريمتين أنا بدحتهم الأسبوع أو المحاضرة السابقة، اللي هي جريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد، ودي بتكون على شخص فتاة أو صبي أو صبية يعني لم يبلغ أي منهما 18 سنة برضاهم، بس هذا الرضا لا يعتد به لأنهم في حالة قصر. وجريمة الاشتراك في زنا الزوجة، يعني واحد بيرتكب جريمة زنا مع امرأة متزوجة. كانت النقد للأسف الشديد في هاتين الجريمتين أخذت بمعيار موضوعي مش بمعيار ذاتي عند تقدير علم الجاني بحالة القصر في جريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد، وعلمه بأن المرأة التي يباشر معها فعل الاتصال الجنسي متزوجة. أخذت بمعيار موضوعي. ليه أخذت بمعيار موضوعي؟ لأنها افترضت علم الجاني بأن الفتاة أو الفتى اللي بيهتك عرضه أو عرضها في حالة قصر، أو أن المرأة اللي بيباشر معها فعل الاتصال الجنسي متزوجة، ولم تقبل منه أن يدفع عن نفسه التهمة بأي دليل، بل تطلبت أن يقدم للمحكمة أن هناك ظروفا استثنائية أو أسبابا قهرية حالت بينه وبين الوقوف على الحقيقة. طبعا الأسباب القهرية أو الظروف الاستثنائية دي بتنفي الخطأ غير العمد، تنفي الركن المعنوي كلياتا، ده بتقدر وفق معيار موضوعي مش معيار ذاتي. احنا انتقدنا القضاء ده وقلنا ده فيه خروج على القواعد العامة، واتكلمت بعد كده عن النقطة الأخيرة اللي هي إثبات العلم. إثبات العلم طبعا الأصل في الإنسان البراءة، ودي قاعدة دستورية حتى نص عليها دستور 2014 تقريبا في المادة 58 من الدستور في الباب الخاص بالحقوق والحريات، قال لك الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يثبت العكس في محاكمة عادلة تكفل له فيها كافة ضمانات الدفاع عن نفسه. إذن المفروض لما النيابة العامة توجه اتهام إلى شخص معين عليها إثبات أنه ارتكب جريمة، وإثبات أنه كان يعلم بعناصر الجريمة دي، لأن الأصل البراءة، يعني بين على من ادعى. لكن محكمة النقد المصرية في الجريمتين اللي قلتهم من شوية في معيار العلم خرجت على القواعد دي كلها، وأعفت النيابة العامة من عيب الإثبات، وافترضت علم الجاني بحالة القصر في جريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد، وعلمه بأن المرأة التي يعاشرها جنسيا متزوجة، أعفت النيابة العامة. والمحكمة بقى قالت تبريرات غريبة جدا، قالت دي أفعال شائنة، وأن من يقبل على الارتكاب مثل هذه الأفعال فإنه يقبل احتماليا أن يكون البنت أو الصبي أو الصبية في حالة قصر، وأن المرأة قد تكون متزوجة. والكلام ده كله احنا انتقدناه في المحاضرة السابقة، وقلنا بيصير مشاكل كتيرة جدا لأنه فيه خروج على القواعد العامة في القصد الجنائي، طبعا ده شيء بديهي تمام، وفيه خروج على القواعد العامة في الإثبات لأن الأصل في الإثبات على النيابة العامة. وبعد الفقه المصري للأسف أيد القضاء ده وقال لك إن الزواج حالة بتحيط بها العلانية والإشهار، يعني في مأذون بقى وفرح والناس بتزغرط وبتاع، فبعد كده يفترض علم كل الناس إن الست دي متجوزة،
وبرضه نفس الشيء بالنسبة للشاب أو الشابة، كل واحد له شهادة ميلاد، وهذه الشهادة برضه بتكفل لسيادتك إنك تعلم إن الشخص ده في حالة قصر ولا بلغ سن الرشد الجنائي اللي هو 18 سنة. الكلام ده كله خطير جدا لأنه بيثير مشاكل خطيرة جدا. ليه؟ لأن الزواج العرفي ما فيهوش إشهار، ومع هذا زواج صحيح إذا كان عليه شهود، ده بيتم في السر، فأين هو الإشهار؟ أين هي العلانية؟ وبعدين حتى لو فيه مأذون وإلى آخره، وتم الزواج في اسكندرية مثلا يعني، والمرأة جت القاهرة أو أسوان وارتكبت الفعل، إيه اللي هيخلي الراجل بتاع أسوان ده يعلم إنها متجوزة؟ الإشهار اللي تم في اسكندرية. وماذا لو كانت الفتاة اللي أنت بتعاشرها دي ساقطة القيد، يعني ملهاش شهادة ميلاد مثلا؟ إحنا انتقدنا الكلام ده في المحاضرة السابقة، أنا بس بذكركم بما دار في المحاضرة السابقة في حوالي ربع ساعة، لأن دايما المحاضرات في أي مادة بتكمل بعضها، فعادة ودي عادتي دايما حتى في المحاضرات زمان، لازم نربط بين محاضرة اليوم وفكرة بسيطة عن المحاضرة السابقة. النهاردة بقى هناخد بقى إيه هي بقى الوقائع التي يجب أن يعلم بها الجاني. ما أنا بتكلم عن العلم، العلم بالوقائع عشان يتوافر أحد عنصري القصد، ما احنا عارفين القصد بيتكون من عنصرين، العلم والإرادة، فعشان ناخد العلم فقط، إيه بقى الوقائع التي يلزم علم الجاني بها؟ أول حاجة لازم الجاني يعلم بخطورة السلوك، السلوك الإجرامي اللي هو بيرتكبه طبعًا، ولازم يتوقع النتيجة، ولازم يتوقع علاقة السببية، وفي حاجة اسمها الشرط المفترض. يعني في بعض الجرائم المشرع ما بيكتفيش فيها لا بالسلوك ولا بالنتيجة ولا بالسببية، لازم شرط مفترض، هشرحه بعد كده. وفي حاجة اسمها العناصر أو الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة، يعني في بعض الجرائم فيها ظروف مشددة تغير من وصف الجريمة، تخليها من جنحة إلى جناية، أو من جنحة بسيطة إلى جنحة مشددة. في الجرائم دي لازم الجاني يعلم بكل الحاجات دي. لكن أول حاجة نبدأ بيها اللي هي العلم بخطورة السلوك. يبقى أنت عشان تسأل عن جريمة عمدية لازم تعلم بخطورة سلوكك. إيه الخطورة دي؟ دي صفة بتلحق السلوك اللي سيادتك بترتكبه من شأنها أن تمثل عدوان فعلي أو محتمل على حق أو مصلحة أضفى عليها المشرع الحماية الجنائية. بمعنى الخطورة دي صفة تلحق بالسلوك الإجرامي اللي سيادتك بترتكبه من شأنها المساس بحق أو مصلحة أضفى عليها المشرع الحماية الجنائية. هذه الخطورة تتمثل إما في ضرر فعلي بالحق أو المصلحة اللي المشرع أضفى عليها الحماية الجنائية. في الحالة دي بنسمي الجريمة دي بنسميها جرائم الضرر، يعني في ضرر فعلي أصاب الحق أو المصلحة، زي اللي بيطلق على رصاصة على شخص بقصد إزهاق روحه فيموت، دي جريمة من جرائم الضرر لأن في نتيجة تحققت أهي، أنت اعتديت على حق الإنسان في الحياة. لكن لو أنت ارتكبت سلوكا من شأنه تعريض الحق أو المصلحة لخطر الضرر، دي بنسميها جرائم الخطر بقى، كما هو الحال في حمل السلاح بدون ترخيص. يعني أنت مجرد أن تحمل سلاحا بدون ترخيص دي جريمة، حتى لو ما استخدمتوش في جريمة قتل مثلا. زي الشروع، أنت استطلق عيارا ناريا على شخص بنية إزهاق روحه، لكن العيار أخطأه فمر بجوار أذنيه أو رأسه ولم يصبه بسوء، هنا ما فيش جريمة وقعت، بس ده شروع، دي جناية، دي اسمها جريمة الخطر. يعني لو السلوك بتاع سيادتك سبب ضرر فعلي بحق أو مصلحة أضفى عليها المشرع الحماية الجنائية، ده بنسميها جرائم الضرر. لكن لو بيعرض الحق أو المصلحة لخطر محتمل، دي بنسميها جرائم الخطر، زي حمل السلاح بدون ترخيص، أو زي الشروح في الجريمة، أو زي تعريض طفل للخطر لم يبلغ سنه 7 سنوات بتركه في محل خال من الآدميين. أنت لو جبت طفل صغير لم يبلغ سنه 7 سنوات وحطيته في مكان خال من الآدمي، يعني مهجور، يعني أنت بتعرض حياته للخطر، دي جريمة حتى لو الطفل لم يصب بالسوء، اسمها جريمة من جرائم الخطر، خد بالك. طبعا السلوك الإجرامي بيتميز ب3 خصائص يجب الإلمام بها جيدا. أول حاجة ركز معايا خد بالك، بس لازم قبل ما أتكلم عن خصائص السلوك، السلوك ده عبارة عن نشاط إرادي في العالم الخارجي، يعني أنت لازم تترجم ما يدور في ذهنك
من أفكار ونوايا إلى سلوك في العالم الخارجي، لأن المشرع لا يعاقب على مجرد النوايا والرغبات والشهوات مجردة من السلوك الإجرامي. لو حسبنا بقى على كل واحد بيفكر في إيه، يعني معلش تجاوزا كده، كل الشعب المصري هيدخل السجن. من منا مثلا في مرحلة المراهقة لم يفكر في التحرش بفتاة، دي كلها مجرد تفكير في جريمة. النوايا والشهوات والرغبات مجردة، دي مسائل المشرع لا يعتد بيها، فلازم ترتكب سلوكا في العالم الخارجي. ده بيتم عن طريق حركة إرادية بقى، تستخدم أحد أعضاء جسمك، ممكن تستخدم يديك كما هو الحال في جريمة السرقة، وقد تستخدم قدميك كما هو الحال في دخول عقار في حيازة آخر أو منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة. خد بالك، مجرد دخولك منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة ده جريمة في حد ذاته، حتى لو ما ارتكبتش الجريمة اللي أنت كنت عايز ترتكبها. يعني أنت لو دخلت بيت عشان تسرق واتمسكت فيه حتى دون أن تسرق، دي جريمة في حد ذاته. وقد يستخدم الجاني من أعضاء جسمه لسانه كما هو الحال في الجرائم السب والقصف. إذا لازم ترتكب سلوكا إراديا في العالم الخارجي عن طريق حركة عضوية من أعضاء جسمك كما بينت لك. السلوك الإجرامي بقى لازم يكون سلوك إجرامي طبعا، فهذا السلوك بيتميز بثلاث خصائص. أول حاجة إنه لازم يكون سلوك نمطي، نمطي يعني يخضع لنص جنائي، يعني يخضع لقاعدة عقابية وفقا لمبدأ الشرعية اللي أنتوا عارفينه، اللي هو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. فعشان تسأل جنائيا لازم السلوك الخطر ده اللي انت ارتكبته المشرع يجرمه، انما لو انت ارتكبت سلوكا مهما كان يمثل خطورة على المجتمع لكن لا يخضع لنص تجريم، القاضي لا يملك الا ان يحكم بالبراءة، القاضي لا يملك التدخل باسم المصلحة العامة ويعاقبك عن سلوك لم يجرمه المشرع. ده مبدأ الفصل بين السلطات، ده مبدأ الشرعية، لأن من نتائج مبدأ الشرعية احتكار المشرع لوظيفة التجريم والعقاب. حتى بنقول إن نظام العقاب نظام مغلق ينفرد به المشرع الجنائي وحده، دور القاضي تطبيق النصوص العقابية. لكن لو القاضي شايف إن فعل فيه خطورة ولا يخضع لنص تجريم، مهما كان القاضي مش مؤذي من عدم وجود نص يعاقب على السلوك الخطر ده، لا يملك القاضي إلا أن يحكم بالبراءة ويناشد المشرع في حكمه بأن يتدخل بالتجريم والعقاب. فلازم يكون عندي سلوك إجرامي نمطي، نمطي يعني يخضع لقاعدة جنائية، يعني نص عقابي يستوي أن يرد هذا النص في قانون العقوبات الصادر في عام 1937 وتعديلاته، أو قوانين مكملة لقانون العقوبات في قوانين خاصة بقى بتكمل، زي قانون مثلا غسل الأموال، قانون مكافحة المخدرات، قانون الأسلحة والذخائر وهكذا يعني. تاني خصيصة من خصائص السلوك الإجرامي أنه سلوك تنفيذي، وأنا قلتها من شوية بقى، يعني أنا مش هبدأ أحاسبك عن السلوك الإجرامي ده إلا من مرحلة الشروع اللي هو البدء في التنفيذ. لكن ما قبل التنفيذ ده والبدء في التنفيذ ده بنسميه الأعمال التحضيرية، والأعمال التحضيرية لا عقاب عليها. ومن باب أولى التفكير في الجريمة، أنا قلت قبل كده التفكير والنوايا والشهوات دي كلها مسائل داخلية تحكمك بربنا، دي حاجة تانية. لكن من الناحية العقابية لازم نكون أمام سلوك تنفيذي، يعني أبدأ أحاسبك من تاريخ الشروع اللي هو البدء في التنفيذ اللي بتنص عليه المادة 45 عقوبات. وانتوا عارفين طبعا البدء في التنفيذ اللي هو الشروع ده له صورتين، دي قواعد عامة المفروض تكونوا عارفينها، في حاجة اسمها الجريمة الموقوفة وفي حاجة اسمها الجريمة الخائبة. ايه بقى الجريمة الموقوفة يا سيدي؟ الجريمة الموقوفة دي انت تبدأ في ارتكاب السلوك الإجرامي ولكن السلوك يوقف، ما يتمش يعني، لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها. يعني على سبيل المثال كنوع من الدعابة لحضرتك كده، لو في طالب منكم لا قدر الله صيد في الدبلوم مثلا، يعني حاول التخلص مني أنا شخصيا وأفشى هذا السر لصديق له زميل له في الدبلوم يعني، وبعدين جاب مسدس معاه في إحدى المحاضرات وطلع المسدس حتى يطلق علي الرصاص، زميله بقى اللي قاعد جنبه اللي حكى له ده بيحبني أنا شوية، راح ماسك إيده ومنعه من إطلاق الرصاص. يبقى السلوك هنا اوقف اهو، ما اكتملش اهو، لاسباب لا دخل لاراده الجاني فيها، زميله منعه، ده شروح في قتل بقى، اسمها الجريمه الموقوفه. انما الجريمه الخائبه انت ارتكبت السلوك وخلاص، بس اثر السلوك اللي هو النتيجه خابت، لم تحدث النتيجه لاسباب لا دخل لاراده الجاني فيها، زي عدم الدقه في التصويب،
انت اطلقت بقى عليا الرصاص الطالب اللي صيد ده، بس لحسن حظي ان الرصاصه ما جاتش في القلب، جات في الكتف، فتم انقاذي بالعلاج. ده شروح في قتل عمد، خد بالك انت معايا، ده شروح في قتل عمد. ليه؟ لان هنا اثر السلوك اللي هي النتيجه خابت لاسباب اللي داخله لاراده الجاني فيها. عشان كده بقول لك لازم يكون سلوك تنفيذي، يعني ابدا احاسبك من تاريخ البدء في التنفيذ، اما الاعمال التحضيريه دي لا عقاب عليها. يعني الست اللي حبت تخلص من جوزها وراحت جابت ماده سامه عشان تحطها له في اي فرصه، يعني في الاكل بتاعه، تخلص منه لاسباب معينه شخصيه بينهم، مجرد شراء الماده السامه ده عمل تحضيري لا عقاب عليه. ما اقدرش ان انا احسم واقول ان هي كانت هتقتله. ممكن تقف قدام القاضي وتقول انا عندي مثلا فار في المطبخ ولا حاجه، وانا جايبه الماده السامه دي عشان اموت الحشرات، مش عشان اقتل جوزي زي اقتل ابو ولادي وبتاع. لكن ابدا احاسبك من امتى بقى؟ من السلوك التنفيذي اللي هو البدء في التنفيذ. ثالث خصيصه من خصائص السلوك ان السلوك الاجرامي قد يتكون من فعل واحد، وقد ينص المشرع على عدة أفعال في النص الجنائي يكفي أن ترتكب إحداها، زي النص اللي يقول لك كل من قلد أو زيف أو زور عملة ورقية متداولة أو معدنية متداولة في مصر. لازم تكون العملة متداولة في مصر قانونا، زي الدولار وزي الاسترليني وزي اليورو والحاجات. لكن لو في عملة غير متداولة دي مش جريمة، حتى لو قلدتها أو زورتها، زي مثلا الشيك الإسرائيلي مثلا أو أي عملة دولة ما نسمعش عنها، العملة بتاعتها مش معترف بها في مصر. فالسلوك قد يتكون من فعل واحد زي إطلاق رصاصة قاتلة، وقد يتكون من عدة أفعال زي ما قلت. نص يقول لك كل من قلد أو زيف أو زور، يبقى يكفي أن تقلد أو تزيف أو تزور عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر. السلوك الإجرامي يا شباب له صورتان أساسيتان، في حاجة اسمها السلوك الإيجابي وفي حاجة اسمها السلوك السلبي. السلوك الإيجابي معناه إيه باختصار؟ أنت ترتكب سلوكا في العالم الخارجي، اصغي إلي بقى، مخالفا بذلك نهيا، نهيا في القاعدة الجنائية، في النص الجنائي. النص الجنائي بينهيك عن القتل. فأنت بتطلق رصاص يبقى ارتكبت سلوك إجابة، مخالفا نهيا في النص الجنائي، المادة 234 عقوبات فقرة واحد وهكذا، تقول لك ما تقتلش. فأنت لما بتقتل يبقى أنت ارتكبت سلوك إيجابي، زي السرقة دي سلوك ايجابي، زي الاغتصاب، اغلب الجرائم ايجابيه. انما السلوك السلبي انت تتخذ موقفا سلبيا، بتمتنع بقى، مخالفا بذلك امرا في القاعده الجنائيه، مش نهيا، يعني النص الجنائي بيامرك بشيء، فانت بتتخذ موقف سلبي، تمتنع عن الشيء ده، يبقى دي جريمه سلبيه. زي الشاهد اللي بيجي له اعلان يروح يعلن يشهد في المحكمه في جلسه معينه بتاريخ معين في ساعه محدده، ما يروحش انت مش شاهد. هذا الشخص اتخذ موقفا سلبيا، امتنعوا عن الشهاده، يبقى ده سلوك سلبي، مخالفا بذلك امرا في القاعده الجنائيه، لان النص بيامره انه لازم يروح في اليوم المحدد في الاعلان للادلاء بالشهاده. جريمه امتناع القاضي عن الحكم في دعوه مطروحه عليه صالحه للفصل فيه. القانون بيقول للقاضي ما دام الدعوة صالحة للفصل وأوراقها لازم تحكم فيها، طب القاضي امتنع عن الحكم يبقى دي جريمة سلبية. أنت واخد بالك؟ يبقى أنا عندي صورتين أساسيتين، في حاجة اسمها السلوك الإيجابي وفي حاجة اسمها السلوك السلبي. طبعًا الكتاب فيه أمثلة كثيرة، أنا بديك بس أمثلة كده سريعة بتبين لك الفكرة. طب السؤال بقى اللي بسأله، هل ممكن الجريمة الإيجابية تقع بالسلب أو بالامتناع؟ احنا قلنا في جريمة إيجابية أنت تتخذ موقفا سلبيا مخالفا بذلك، أنا آسف، جريمة إيجابية أنت تقوم بعمل إيجابي في العالم الخارجي مخالف بذلك أمرا في نهيا في القاعدة الجنائية زي القتل كده. إنما السلوك السلبي أنت تمتنع عن ارتكاب عمل المشرع بيأمرك به زي امتناع الشاهد عن أداء الشهادة. السؤال بقى اللي بسأله ده مهم جدا، هل ممكن الجريمة الإيجابية تقع بالترك أو الامتناع؟ طبعا القاعدة العامة أن الجريمة الإيجابية لا تقع بالترك أو الامتناع، شيء بديهي تمام. يعني أنت على سبيل المثال إن شاء الله تحصل على الدبلوم كده بتفوق، والأسرة بتكافئك بأن تقضي يوما مثلا كده في إحدى قرى الساحل الشمالي مثلا يعني، وذهبت مع الصباح الباكر ووقفت كده وقفت قبل يعني شروق الشمس كده، بتاع بدأ يطفي ولا إيه؟ قبل شروق الشمس
شفت شاب كده يعني في الميه وجرفه التيار، تير اللي هي الميه يعني، والشاب ده عمال يرفع ايده بيستنجد بسيادتك وانت تجيد السباحه كمان، ولكنك لم تتدخل لانقاذه، فاتخذت موقفا سلبيا. هل تسأل عن قتل الشاب ده؟ او تشاهد رجلا ضريرا لا يبصر يعني يقترب من حفره عميقه ويكاد يسقط فيها فلا تمسك بيديه فيسقط هذا الضرير في الحفره فيموت. في هذه الحالات القتل لا يقع بالترك او الامتناع، انت لا تسأل عن موت الشاب ده حتى لو كنت بتكرهه يا سيدي، حتى لو كان بينك وبينه عداوه وتتمنى موته، ولا تسأل عن وفاه الشخص الضرير ده. ده واجب اخلاقي على سيادتك مش قانوني. ربنا هيحاسبك تأسا دينيا، لكن قانونا لا جريمه في مثل هذه الحالات. يبقى اذا الاصل ان الجريمه الايجابيه لا تقع بالترك او الامتناع، الا في حالتين ممكن بقى تسأل فيهم عن جريمة إيجابية بالترك أو الامتناع، إذا كان عليك واجب قانوني بالعمل أو واجب جاي من عقد مش قانوني بقى تعاقدي، فامتنعت عن هذا الواجب بنية إزهاق روح إنسان مثلا، يبقى أنت عليك التزام قانون. أهو أديك أمثلة، اتخذت موقفا سلبيا أهو ما نفذتش الالتزام ده، وعندك نية إزهاق روح إنسان، هتسأل بقى قتل عمد بالترك أو بالامتناع. زي ايه بقى؟ عليك التزام قانون اخليت بيه، زي مثلا شاب حريق في احد المساجد، شاب حريق في احد المساجد ايش مشكله، جت قوات الاطفاء عشان تطفي الحريق ده، الرجل المطافي ده موظف في الدوله عليه التزام قانوني باطفاء الحريق، وصل الميه في الخرطوم وهيبتدي يطفي الحريق، لا حماته بقى اللي عايشه معاه ومطلعه عينه مع بنتها موجوده في زياره لصاحبه البيت دي، فقال لك بقى الحمد لله الموت جه لحد عندها، فامتنع عن اطفاء الحريق عشان حماته تموت محترقه او مختنقه بدخان كثيف مثلا. يبقى هو اخلى بالتزام قانونه وعنده نيه ازهاق روح حماته، في الحاله دي القتل يقع بالترك او الامتناع. الامتناع عن ايه؟ عن القيام بالالتزام القانوني المفروض عليه وعنده نيه ازهاق روح حماته. طب هو لو اهمل اهمال كده وماتت حماتي يبقى ده قتل خطأ، بس لازم يكون عنده نية ازهاق روح، ترك امتنع عن تنفيذ الواجب القانوني ده بنية ازهاق روح الست دي. او ممكن يكون مصدر الالتزام ده بقى عقد مش قانون، زي واحد كبر في السن يعني تخطى ال70 كده وعايش لوحده، توفت زوجته وعياله هاجروا بره وعايش لوحده، دبت فيه الامراض، فطبعا الراجل عايز حد يساعده في التمريض، فراح لمستشفى خاصه قال لهم والله ابعتوا لي ممرضه تديني الأدوية في كل يوم كده مرتين في اليوم في مقابل مبلغ نقدي. ده مش قانون، ده عقد بين الراجل ده وبين المستشفى. الممرضة عليها التزام بقى تعاقدي إنها لازم تروح في المواعيد وتدي علاج. هذه الممرضة على علاقة عاطفية بالمكواجي اللي ساكن في آخر الشارع مثلا أو بأي شاب يعني، حكت له عن ثراء الرجل ده، الثراء الفاحش اللي عايش لوحده المريض ده. فقال لها إحنا لسه هنحوش من المكوى وبتاع، اما تجيله الازمه القلبيه امتنع عن اعطائه الدواء عشان يموت ويسرق كل حاجه ونهرب ونتجوز وبتاع، فامتنعت متعمده عن اعطائه الدواء في الوقت المحدد، فالرجل اصيب بازمه قلبيه فمات. هي خلت بالتزام تعاقدي هنا مش قانون، وعندها نيه ازهاق روح الراجل ده، هتسال عن قتل عنده بالترك او بالامتناع. يبقى اذا القاعده ان الجريمه الايجابيه لا تقع بالترك او الامتناع الا في الحالتين دول، اذا كان عليها التزام، عليك التزام قانوني او التزام تعاقد. اذا ارتكبت سلوكا اجراميا لازم تعلم بخطوره السلوك حتى يتوافر العنصر الاول من عناصر العلم، والعلم احنا زي ما احنا عارفين احد عنصري القصد الجنائي، لكن في حاجات لا تعد من عناصر السلوك ومن ثم لا يلزم ان تعلم بها، يعني لا يعد من عناصر السلوك مثلا بحسب الاصل وسيله السلوك. يعني انت استزهق روح انسان يستوي ان تستخدم سكينه او خنجر او حجر صلب او قطعه حديد او تخنوه او الى اخره، فالاصل ان وسيله السلوك ليست من عناصر السلوك. عشان كده المحكمه اذا اخطات في نوع الوسيله المستخدمه في القتل هذا الخطا لا يعيب حكم الادانه ولا يكون وجه للطعن بالنقد في الحكم. كما لا يعد من عناصر السلوك ايضا زمن السلوك، الوقت اللي ترتكب فيه الجريمه. فالقتل جريمه يستوي ان يكون بالليل او بالنهار، في الصيف ولا في الشتاء. كذلك الاغتصاب
مش مهم تغتصب بنت بالنهار في الزراعات او منطقه مهجوره او بالليل وهي ماشيه لوحدها في وقت متاخر. تزوير، كثير من الجرائم المشرع لا يعتد فيها بالزمن الوقت. كذلك لا يعد من عناصر السلوك مكان السلوك. يعني انت يسترتكب جريمه قتل يستوي ان تقع في مكان عام ولا مكان خاص. ممكن في بيت المجني عليه، ممكن في الشارع وهو مروح تتربص له فتقتله، ممكن في مكتبه، في اي مكان. الاغتصاب جريمه ايا كان المكان. ممكن تغتصب بنت في اي مكان، تاخدها في عربيتك غصب عنها تجرجرها وتغتصبها، او تاخدها في مكان مهجور الى اخره. اذا لا يعد من عناصر السلوك بحسب الاصل لا وسيله السلوك ولا زمان السلوك ولا مكان السلوك الا على سبيل الاستثناء، ودي هنشرحها بالتفصيل بقى لما ناخد العلم بالعناصر المفترضه. لان يعني المشرع احيانا بيعتد بالوسيله، احيانا بيعتد بزمان السلوك، احيانا يعتد بمكان السلوك. اذا اعتد المشرع بوسيله السلوك او زمن السلوك او مكان السلوك، الجاني لازم يعلم بالحاجات دي لانها اصبحت عنصرا او شرطا مفترضا يجب ان تعلم به حتى يتوافر القصد في مسلكك. هناخد الحاجات دي بعد كده بس اشير لها باختصار. يعني على سبيل المثال، تعرفين ان القتل باستخدام جواهر سامه ده عقوبته الاعدام، فلازم الجاني يستخدم وسيله محدده بالذات عشان يعاقب، اللي هي ماده سامه، فلازم الجاني يعلم بانه يستخدم ماده سامه بقى عشان يعاقب بالاعدام. لكن لو استخدم ماده سامه وهو يجهل ان الماده المستخدمه دي ماده سامه ما يحاسبش عن قتل بالتسميم. زي واحد راح لصيدلي يعمل له تركيب دواء، تركيب دواء بيتركب احيانا كده. الفيلم لما تشوفه، في فيلم مشهور قوي اسمه حياه او موت، لو انتم فاكرينه، بتاع عماد حمدي وحسين رياض وبتاع، اللي كان بيقول لك من الحكمدريه الى احمد ابراهيم الكائن في دير النحاس. افتكر الفيلم ده كويس، وكان في حسين رياض وبتاع، وكان بيركب دواء لعماد حمدي في الفيلم، فحط له ماده سامه بدل الدواء. هو طبعا في اخر الفيلم تم انقاذه البطل طبعا، لكن هو في الواقعه ديت لو مات عماد حمدي في الفيلم مش هيحاسب حسين رياض عن قتل بالتسميم، مش هياخد اعدام، ده قتل خطا. فلازم الجاني يعلم بانه يقدم ماده سامه. او زي الزوجه اللي جوزها يجيب اكله سمك جميله كده ولا حاجه، ومن كتر يعني فرحتها هي وعيالها بدل ما تقلي السمك بالدقيق حطت بودره فالعيال ماتت. هي لم تكن تعلم بانها تستخدم ماده سامه. فهنا مش هتحاسب عن قتل بالتسميم، مش هتاخد اعدام، ده قتل خطا. وفي الغالب بقى عشان تبقوا عارفين، الجرائم دي بالذات يعني الام فيها بتموت ابنها بحاجه زي كده، او تنقلب على ابنها وهو نائمه، او تسيبه يلعب في المطبخ فيسقط عليه حله ميه بتغلي فيموت. عاده في مثل هذه القضايا النيابه العامه بتصدر امر بالحفظ او امر بان لا وجه لاقامه الدعوه، وتكتفي بالالام النفسيه الشديده اللي بتمر بها الاسره وبالذات الام. فهنا لو المشرع تطلب وسيلة معينة زي السم كده في القتل، لازم الجاني يعلم بأنه يستخدم مادة سامة وإلا انتفى القصد من مسلكه. كذلك في بعض الجرائم المشرع فيها بيعتد بزمن السلوك، الوقت اللي ترتكب فيه الجريمة، فلازم تعلم بالزمن ده. زي التخابر لحساب دولة أجنبية أو التجسس في لدولة في حالة حرب مع مصر، في حالة حرب دي عقوبتها الإعدام. طب لو في حالة السلم، ده السجن المؤبد مش الإعدام. لما خد بيننا وبين اسرائيل حرب قبل اتفاقيه كامب ديفيد، عشان كده اللي كان بيتجسس لحساب الاسرائيلي كان بياخد اعدام. النهارده ما عادش اعدام لان في اتفاقيه سلام، فلازم الجاني يعلم بانه يتخابر مع دوله اجنبيه في حاله حرب. لكن لو كان يجهل ان هناك حربا قامت بين مصر وبين دوله اخرى وقام بعمليه التجسس او التخابر ما يعاقبش بالاعدام، لان الزمن هنا اصبح شرط مفترض في السلوك، لازم يعلم بيه. ايضا من ضمن الجرائم ديت، انتوا عارفين ان في جريمه تقول لك اهانه محكمه قضائيه، يعني انت لو اهنت القاضي او المحكمه القضائيه وهي جالسه على المنصه، ف دي جريمه، خد بالك. فلازم تعلم انك بترتكب الجريمه في الوقت ده بالذات، ان المحكمه منعقده يعني في شغلها. لكن لو انت لقيتهم في المداوله وكده فدخلت شتمت القاضي، وانت كنت تعتقد ان هم خلصوا الجلسه ويعني العملية اللي هم خلاص شغلهم بقى انتهوا، بقوا أفراد عاديين دلوقتي في الحالة دي، هنا مش هتحاسب عن جريمة إهانة محكمة، ممكن تحاسب عن جريمة سب، دي حاجة تانية. كذلك في جرائم المشرع فيها بيعتد بمكان السلوك، زي جريمة زنا الزوج. لازم الزوج عشان يعاقب عن جريمة الزنا لازم يزني في منزل الزوجية، خد بالك. الزوجة تعاقب عن جريمة الزنا في أي مكان،
راحت بقى اوتيل، راحت شقه عشيقها، دي مساله ما انا بهتم. لكن الزوج لازم، ودي تفرقه ما اعرفش يعني ايه السبب فيه، يعني المشرع يقرها، يعني عشان الزوج يحاسب عن جريمه الزنا لازم يزني في منزل الزوجيه. بس الناس يعني يمكن تفرح الشباب في المحاضره يقول لك يلا هو الدكتور بيوسع لنا شويه، لكن خد بالك منزل الزوجيه هنا ما بيقصدش به المكان الذي تقيم فيه عاده، محلك المعتاد، محل اقامتك فقط. ده بناخد منزل الزوجيه هنا بالمعنى الواسع، بالمعنى الاعتباري، مش محل اقامتك بس. اي مكان من حق الزوجه ان تقاسمك الوجود تحت سقفه يعتبر منزل زوجيه حتى ولو لم تكن مقيمه معك فيه. زي اللي عنده شاليه في الساحل الشمال، ده مش مكان اقامتك ومع هذا يعتبر منزل زوجيه، لان انت ممكن تروح مع زوجتك في اي وقت. فلو خدت بقى انسانه ورحت الشاليه ده وارتكبت فعل الزنا هتعاسب عن جريمه الزنا، ده بيعتبر منزل زوجيه، خد بالك. او زي صاحب المصنع اللي عنده اوضه كده ملحقه بالمصنع بيبات فيها وارتكب الفعل الاسم ده مع احدى العاملات عنده، ده جريمه زنا، يعتبر منزل زوجيه. لكن لو انت بقى خدت واحده وانت متجوز في فندق ولا حاجه، لا، او رحت شقتها هي، لا، مفيش جريمه. انما الزوجه لا، في اي مكان. يعني المشرع بيفرق في الحاله دي بين الزوج والزوجه. حتى العقوبه نفسها، عقوبه الزوج المتزوج اللي بيزني الحبس مده لا تزيد عن 6 اشهر، انما الزوجه العبس الذي لا يتعدى سنتين. يعني المشرع بيعاقب الزوجه بعقوبه اشد من عقوبه الزوج. طبعا هي يعني لها فلسفه غريبه شويه، لان الزنا زنا في كل الاحوال، انما يقول لك بقى الزوج يعني ممكن على مدار 30 سنه جواز ولا حاجه يغلط مره يبقى كتر خيره، لكن الزوجه لو زنت مع شخص غير جوزها يعني هي خلاص بقى صعب ان هي تعود لزوجها، وخلاص باعت البيت والعيال وكله، سلمت جسدها لشخص تاني. فالمشرع، وكنت انا ارى ان العقوبات دي كلها عقوبات لا تتناسب اطلاقا مع جسامه وخطوره هذه الجريمه اللي احنا بناخدها للاسف بنوع من الفكاهه شويه في المحاضره. اذا سيادتك لازم تعلم بخطوره السلوك علشان يتوافر القصد في مسلكك. اذا انتفى علمك بخطوره السلوك لن تسال عن جريمه عمديه. طبعا ده شيء بديهي تمام. فالشخص مثلا الشخص الذي يقوم بشرح كيفيه استخدام سلاح لصديق له، يعني عندك مسدس ضابط شرطه سيادتك ولا حاجه، ففي واحد صاحبك بتشرح له ازاي تستخدم المسدس ده، وكنت تعتقد ان السلاح خالي من الطلقات، خالي يعني ما فيهوش رصاص يعني، وانت بتشرح له كانت هناك رصاصه محشوه في ماسوره السلاح انطلقت جت في قلب الصديق فمات. هل لما كنت بتشرح له كنت تعلم بأن هناك خطورة على، لا، إذا مات صديقك ده مش هتحاسب عن قتل عمد، هتحاسب عن قتل خطأ، لأنك أهملت في عندك خطأ غير عمد، ده مش قصد جنائي. فلازم تعلم بخطورة سلوكك على حياة المجني عليه عشان تسأل عن قتل عمد. مثال تاني، في جريمة السرقة لازم تعلم بخطورة سلوكك على حق الغير في الملكية. تعرفين السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بدون علمه وبدون رضاه، فلازم تكون عارف ان السلوك بتاعك بيمثل خطورة على ملكية الغير للمال اللي انت بتاخده ده. لكن لو انت كنت تجهل خطورة سلوكك على مال الغير او على ملكية الغير للمال مش هتحاسب عن جريمة سرقة. زي الست اللي سهرانة في فرح كده وبتاع والفجر جدا وبتاع، فالنوم غلبها فخدت معطف مشابه لمعطفها بتاع واحدة تانية سيدة كانت حاضرة بتشابه، خدته اعتقادا بانها بتاعها هي مش بتاعت الست التانيه. هنا ما تسالش عن جريمه السرقه، لانها لم تكن تعلم ان المعطف ده مملوك لصاحب واحده تانيه، كانت تعتقد انه بتاعها هو. او زي شخص اعتقد انه الوارث الوحيد لواحد متوفي، فراح خد المال ده، ثم اتضح انه كان من الراجل ده متجوز وفي ورثه تانيين، ما حاسبش الوارث ده عن جريمه سرقه، لان كان حسن النيه، ما كانش يعلم ان السلوك بتاعه بينصب على خطورة على حقوق الغير في الميراث أو في المال اللي هيتورث بعد كده. أمثلة كثيرة جدا لو فكرت، أمثلة كثيرة جدا جدا. في جريمة التزوير، في جريمة الشهادة الزور، لازم تعلم بخطورة سلوكك على الحق المعتدى عليه. جريمة الشهادة الزور دي من جرائم تضليل العدالة، فلازم تعلم بأنك تدلي بأقوال زور يعني غير حقيقية أمام القضاء. خد بالك الشهادة الزور لا تكون إلا أمام هيئة محكمة، إنما الكلام الكاذب أمام النيابة لا يمثل شهادة زور. ولازم تحلف اليمين أولا، لأن من أركان جريمة الشهادة الزور سبق حلف اليمين من الشاهد بأنه سوف يقول الحق ولن يقول غير الحق.
لكن لو أنت كنت تعتقد في صحة أقوالك أمام المحكمة ثم اتضح أنها غير حقيقية، ما تسألش عن شهادة الزور. كما حتى لو كنت من طبيعتك التسرع في الكلام يعني، أو حسن عدم تدبر في الكلام يعني، فالجاني لازم يعلم كل الأحوال بخطورة سلوكه على الحق أو المصلحة التي أطفى عليها المشرع الحماية الجنائية. إحنا هنكتفي بالنهاردة في هذا القدر بخطورة السلوك، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة هنسجل لكم بقى توقع النتيجة وتوقع السببية، ولو كان في وقت نبدأ باب العنصر المفترض. هذا شفت إن أخدت وقت.